يعني دائما وابدا عظم شهيدك، كل دم يسيل على ارض مصريه عظيم الجاه. تحيه لكل من بذل نقطه عرق في تاريخ هذه الامه، مش الدوله، هنتكلم في تاريخ مصر الممتد. حابب ارجع مع حضراتكم لبدايه القصه. مصر وقعت الاستقلال 15 مارس 1922 وأصبحت مملكة، وأصبح الملك فؤاد ملك مصر. استقلال يعني إحنا مستقلين من سنة 22، ووقعنا دستور 23 لو حضراتكم تفتكروه، سنهوري باشا، وكان من أهم الدساتير في تاريخ الدول في هذه الفترة. بناء على اتفاقية الاستقلال أو معاهدة الاستقلال اللي تم توقيعها ما بين المملكة المصرية أو السلطنة المصرية آنذاك، أصبحت مصر دولة مستقلة ورفعت الحماية البريطانية عن مصر. لكن في طيات الاتفاق كان القوات البريطانية يجب أن ترعى مصالح بريطانيا والنقل والمواصلات الخاص بالجيش البريطاني في شرق وغرب مصر، يعني بنتكلم ناحية آسيا ناحية الشام وغرب مصر الناحية التانية، لأن كان في بقى الحروب، حضراتكم فاكرين الحرب العالمية الأولى وبعدها في الحرب العالمية الثانية، ففضلت القوات البريطانية موجودة في القناة من 23 لغاية لما حصل الجلاء في عهد ثورة 1952. سنة 52 يوم 25 يناير حصلت هذه الحادثة اللي بسببها بنحتفل بعيد الشرطة والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية. إيه اللي حصل خلانا نوصل ليوم 25 يناير 52؟ اللي حصل إن الفدائيين المصريين كانوا بينفذوا عمليات ضد الاستعمار البريطاني والجنود البريطانيين اللي موجودين في القناة. اللي حصل إن العمال اللي كانوا بيشتغلوا في أعمال لها علاقة بالبريطانيين والجيش البريطاني قرروا إن هم مش هيشتغلوا، مش هنشتغل مع المحتل، مش هنورد لهم أكل ولا شرب لا خضار ولا فاكهة ولا زيت ولا سكر ولا سمن. ابتدى الجيش البريطاني يبقى موقفه حرج في القناة، مفيش خطوط إمداد بتوصل له من الأكل والشرب طبعا. فابتدى التعامل صباح يوم 25 يناير مع قوات الشرطة الموجودة في مقر الشرطة أو مقر اسم الشرطة اللي موجود هناك، وطلبوا منهم تسليم اسم الشرطة وأيضا تسليم مقر المحافظة. رفضوا المصريين. ضباط الشرطة اللي موجودين في الاسم وعلى رأسهم اليوزباشي مصطفى اللي كان واقف هو وقواته، وأيضا عدد من الفدائيين المصريين المدنيين اللي فضلوا واقفين لغاية آخر طلقة. عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من المصابين وقفوا لغاية آخر طلقة قدام دبابات أسلحة تقيلة وقصف مدفعي على مقر الاسم ومقر المحافظة. تاني يوم الجرايد كتبت يوم 26 يناير 1952، الشعب المصري ضج ونزل الشارع، قوات جيش وقوات شرطة ومصريين موجودين بيتلحموا جنب بعض زي ما تعودنا من أول التاريخ لحد يومنا اللي احنا فيه. مصريين بيبقوا موجودين وبيقولوا لأ للظلم، لأ للاستعمار، وكانوا موجودين مع بعض ونزلوا الشارع. وهذه الأحداث التي أدت إلى حدوث حريق القاهرة بعدها، وأدت إلى ثورة الضباط الأحرار سنة 1952، وهذه الثورة التي نقلت مصر من الملكية إلى الجمهورية، فهو امتداد لتاريخ واحد، تضحيات متتبعة من المصريين، من قوات الشرطة، من قوات الجيش، من المصريين المواطنين المدنيين، يد في يد من أجل مصر أفضل، من أجل غد أفضل، من أجل دولة مصرية قادرة على الاستمرار. دائما وابدا عظم شهيدك، كل دم يسيل على ارض مصريه عظيم الجاه. كل سنه وكل المصريين طيبين وبخير.